سرطان القولون من السرطانات العالية الحدوث في الجنسين، في الرجال وفي السيدات. سرطان القولون الحقيقة مختلف عن بقية السرطانات في حاجات معينة. سرطان القولون برضو بيخضع إلى الجانب الجيني أو التوارث الجينات الموجودة، سواء كانت متوارثة طبعا أو تم الإصابة فيها بعد الولادة، يعني حاجات خاصة بالمريض أو بالشخص، هذا الشخص بعينه فقط. ففي جينات إحنا عارفينها بتولد أو بتتسبب في حدوث سرطان القولون عبر مراحل، يعني بتبتدي الخلية تتحول إلى زوائد، ثم إلى سرطان. فدي مراحل، يعني مراحل تكوين السرطان في القولون. الحاجة التانية اللي بتميز سرطان القولون إن هو من أكتر الأجزاء اللي في الجهاز القناة الهضمية اللي بتتأثر بالسموم اللي موجودة داخل الأكل. ويمكن ده نتيجة إن مكونات القناة الهضمية أو محتويات القناة الهضمية بتقعد في القولون فترة أطول بكتير جدا ما بتقعد في الأمعاء الدقيقة، لأن الأمعاء الدقيقة سريعة ومحتويات القناة الهضمية بتاعتها بتبقى سائلة والحركة فيها بتبقى سريعة شوية، فما بتلحقش تقعد في الأمعاء الدقيقة. لكن في الأمعاء الغليظة اللي هو في القولون محتوياته بتبقى ابتدت تاخد شكل أكثر صلابة، وبيبقى فيه احتكاك مباشر ما بين محتويات الأكل أو الكيماويات أو المواد الحافظة أو المواد المسرطنة اللي موجودة في الأكل أو في المية أو في أي حاجة احنا بناخدها عن طريق الفم وما بين القولون، فبيبقى فيه احتمال اكثر الى التعرض الى هذه السموم وبالتالي الى تكوين الكانسر. وطبعا بمناسبه هذا الكلام هنقول ان الناس اللي العاده عندهم ان هم عندهم امساك او بيدخلوا يفضوا القولون مثلا مره كل يومين او كل ثلاثه، تلامس هذه السموم مع القولون بتبقى بنسبه اعلى واكثر، واحتمال حدوث السرطان عند هؤلاء الناس برضو بتبقى اعلى. فالإمساك من الحاجات اللي هي أساساً عوامل العالية جداً اللي بتؤدي إلى حدوث سرطان القولون.